وبشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، مساعدات للنازحين في أبو غريب والطارمية، في أي إطار تأتي هذه الحملة للنازحين؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله أخي. ضمن مشروع هيئة علماء المسلمين، المشروع الإغاثي الكبير العراق الجامع، وهو على أبواب عامه الرابع، وزع القسم الإغاثي بالتعاون مع فرع أبو غريب لهيئة علماء المسلمين السلات الغذائية على العائلات النازحة في مخيم الحصوة الأمل المنشود. نعم. وقد شمل التوزيع 130 عائلة نازحة، وقد أبدت هذه العوائل شكرها وتقديرها لهيئة علماء المسلمين. للعلم أن معظم هذه العوائل النازحة من مناطق القائم والرمادي وراوة وعانة، والتي يصعب عليهم الرجوع إلى مدنهم بسبب الدمار. جاءت هذه الحملة بعد المناشدات التي وصلت إلى الهيئة من العائلات التي تطلب مد يد العون لهم. نعم. طيب، يعني في هذا الإطار أيضا أنجزت الهيئة مشروعا اجتماعيا للنساء الأرامل. دعنا نتحدث عن هذا المشروع، وهو خصوصا يعتبر نقلة نوعية في عمل الهيئة بمشاركة منظمة أم القرى. نعم، يعني عمل هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى يعني كان مشروع الإغاثي أنه يد مد العون للأرامل والأيتام. فكانت هناك حملة قبل أسبوعين، حيث قامت هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى لتوزيع السلات الغذائية على 600 يتيم في الموصل في الجانب الأيمن والأيسر، وكذلك على الأيتام والعوائل المتعففة النازحين من الحويجة في مخيمات كركوك، وكذلك في الطارمية. وزعت الهيئة فرع الهيئة المساعدات الإنسانية على الأيتام والأرامل والعائلات المتعففة. طيب، 120 أسرة استفادت من السلات الغذائية التي قدمتها الهيئة في منطقة أبو غريب، كيف ترون أوضاع الأسر هناك، وإلى أي مدى تحتاج عمل أكثر من أجل سد احتياجاتها؟ أخي، العوائل النازحة في كافة المخيمات حقيقة، من خلال يعني متابعتنا لهذا الموضوع والزيارات الميدانية، العوائل النازحة في كافة المخيمات تعاني من إهمال حكومي متعمد، مع ضعف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من قبل المنظمات والهيئات الإغاثية العالمية والمحلية، وأيضا هناك إهمال من قبل الحكومات المحلية. فهناك عوائل عليها خطوط حمراء، يعني حقيقة لا 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 يرغبون في رجوعهم الى مدنهم، وهناك عوده قسريه تتبناها الحكومه والحكومات المحليه لغرض اجراء الانتخابات كما تعلمون. نعم. يعني والسؤال هنا، كيف يعني ترجع العوائل الى مناطق مدمره مثل ايمن الموصل اللي نسبه الدمار 100%، والرمادي وسليمان بيك والعظيم وجلولا والسعديه، وهذه نسبه الدمار تكون من 80 إلى 90%. حاجة العائلات النازحة للمواد الإغاثية والمواد الطبية، وهناك احتياجات إلى الملابس، ونحن في البرد، يعني في فصل شتاء برد قارص وأمطار، فهناك يعني متطلبات كثيرة للعوائل، يعني تصلنا مناشدات كثيرة من هذه العوائل، ونحن قدر الإمكان نلبي هذه المناشدات قدر الإمكان، لكن الحاجة كبيرة جدا. يعني من خلال منبركم نناشد المنظمات والهيئات الإغاثية أنه مد يد العون إلى هذه العائلات النازحة الموجودة في المخيمات في الأنبار وفي الموصل، وكذلك في كركوك، وكذلك في ديالة. نعم. تحتاج إلى جهد كبير جدا. نعم. مسؤول قسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.